الحمد لله، الحمد لله الملك الحي القيوم القدير الخالق الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن ربك هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله. سيد أهل حقيقة التوحيد، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على خير العبيد سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن في منهاجهم سار، مُخلِصًا لك في السرِّ والإجهار على مدى الأعصار، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمُرسلين وآلهم وأصحابهم الأخيار، وعلى عبادك الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. واعلموا أن من اتقى الله عاش قوياً وسار في بلاد الله آمناً، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها المؤمنون بالله، إن خالق الذوات والأزمان والأماكن سيَّرها كما أراد، وفضَّل بعضها على بعضٍ في الدنيا ودار المعاد. أيها المؤمنون بالله، هو رب السنون، هو رب السنين، ورب الأشهر، ورب الأيام، وهو رب السماوات والأرضين، وهو رب الملائكة والإنس والجن، وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى. ومع ذلك فقد ميز الأماكن بعضها عن بعض، وميز الأزمان بعضها عن بعض، وميز الذوات بعضها عن بعض، وفضل ما يشاء ومن يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الأيام هي أيام، ولكن يوم الجمعة سيد الأيام وخير الأيام في الأسبوع. إن السنين هي السنين، ولكن خير القرون قرن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. ألا وإن الأشهر هي الأشهر، ولكن منها أربعة حرم، وسيد الشهور رمضان، ومنها أشهر الحج. قال جل جلاله: الحج أشهر معلومات، فكانت شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة هي الأشهر المعلومات، أشهر الحج. فشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، واختص ذو القعدة وذو الحجة أنهما من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، والمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. أيها المؤمنون، إن الأيام منها أيام أشار القرآن إليها بالأيام المعلومات وبالأيام المعدودات. قال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في أيام معلومات، وتلكم هي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة الذي يقبل عليكم بعد تمام هذا الشهر الذي أنتم فيه. أشار الحق إليها بالقسم
في قوله والفجر وليال عشر. وقال عنها نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فضل الله تعالى تلكم الأيام المعلومات، أيام العشر من الأول من ذي الحجة، ثم ألحق بها العشر الثلاث المعدودات في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فكانت الأيام المعدودات هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي أيام الأضحية، أيام التضحية التي هي من أفضل أعمال بني آدم. أيام العيد، أيام عيد الأضحى أفضل ما تعبد به الحق تعالى إراقة الدماء. أيها المؤمنون بالله، وإن الأمكنة كلها لله والأرض كلها لله، ولكن ميز أرض المساجد عن غيرها، وميز المساجد الثلاثة عن سواها، وميز الحرمين الكريمين عن سواهما، حرم مكة وحرم المدينة. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ثم بنى الله تعالى بيت المقدس على يد آدم عليه السلام، وذلك بعد أن خرج إلى هذه الأرض أبونا آدم بأربعين عاماً، وقد حج قبلها البيت الحرام. وحينما فرغ من الحج قالت له الملائكة: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. كانوا يحجون بيت الله، وقد بنته الملائكة في تلك البقعة قبل نزول آدم من الجنة والسماء إلى هذه الأرض. فضل الله البقاع بعضها على بعض، وهو رب الجميع جل جلاله، وجاء إلى الذوات وفضل بعضها على بعض. ألا وإن أفضل الذوات ذوات العقلاء من المؤمنين من الملائكة والإنس والجن، وإن أفضل هذه الذوات ذوات الأنبياء والمرسلين. ولقد قال الله في النبيين: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال في الرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجعل أفضلهم أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل، قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وكانوا خمسة ذكروا في آيتين من كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، كما ذكر هذه الأسماء في آيتين في سورة حاميم عين سين قاف جل جلاله وتعالى في علاه. فهؤلاء الخمسة أفضل المرسلين، وأفضلهم نبينا المصطفى محمد الذي قال: ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إن إدراكنا لهذا الأمر من حضرة الحق الذي له الخلق والأمر جل جلاله وتعالى في علاه يقيمنا مقام التقوى في إنزال الأشياء منازلها. إن أحب البلاد، يعني البقاع والأرض، إن أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لما يكون في الأسواق من الغش ومن الكذب ومن اليمين الكاذبة ومن غدر المؤمنين ومن
عدم مراعاة الضعيف وعدم مراعاة من لا يقوى على فهم الأمور، فكانت أبغض البلاد إلى الله. ولما كانت المساجد محل الطاعة والسجود والصلاة والذكر وتلاوة القرآن والعلم وإقامة الجمعة والجماعة، كانت أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى. أيها المؤمن، افقه هذه الحقيقة واغنم عمرك القصير في كسب الأفضل لتفضل عند مولاك، فإن الأفضل من هو أفضل عند رب السماوات والأرض، لا من اعتبر فضله بقوة جسدية أو قوة عسكرية أو قوة مالية واقتصادية، ليسوا هم الأفضل عند الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً، اغنم الأيام في الإيمان وتقويته وزيادته وفي مواصلة العمل الصالح. هل تسمع النصيحة من ناصح؟ أيها المؤمن، على ظهر هذه الأرض حقائق مجدك وشرفك وعزك زيادة الإيمان ومواصلة الأعمال الصالحة بإخلاص وصدق وإحسان، أعلى ما تكسبه وأجل ما تتفضل به وتكون به فاضلا ويعلو لك به القدر عند ربك جل جلاله. فخل الترهات وخل البطالات وخل أقاويل القنوات والإذاعات وخل أقاويل البرامج الساقطات، وتيقن أن لا فضل لك إلا أن يزداد ويقوى إيمانك وأن تكسب العمل الصالح في نفسك وأهلك وأسرتك ومجتمعك الذي تعيش فيه. هناك الفضل، هناك الشرف، هناك الكرامة. ولقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والطيالسي والحاكم والبيهقي وغيرهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وأما الذي يريد الفضل ويده تخون ولسانته تسب عباد الله فهو من أبعد الخلق عن الله جل جلاله، ولا فضل له، ثم لا فضل له. ألا وإن المفلس من حدثنا عنه نبينا، من يكون له ظواهر أعمال صالحة من طاعات وصلوات يقدحها ويخدشها ويخمشها ويهدمها بسوء الأدب مع المسلمين، بسوء الأدب مع المؤمنين. من يأتي يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم أمر به إلى النار. هذا أفلس الناس. ربما كان يسمى مليونير في الدنيا، ربما كان يقال إنه إنسان شاطر كسب المال ورتب نفسه وأسرته، أفلس الناس، مفلس خسيس، مأواه شر وعاقبة نار موقدة، فهو المفلس في الحقيقة. اكسب الثروات، ثروات الإيمان، ثروات العمل الصالح، وإذا قوي الإيمان سلمت أعمالك الصالحة من الخدش، سلمت أعمالك الصالحة من الحبط أن تحبط، سلمت أعمالك الصالحة من أن تعرضها أن تؤخذ عليك يوم القيامة. ولقد كان يقول بعض صالح التابعين: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. يقول: كيف تغتاب أمي؟ قال: إنها أولى بحسناتي من غيرها من الناس، تروح حسناتي لفلان وفلان اغتابهم، أمي أحسن تشيل حسناتي ولا يأخذ حسناتي رجل آخر ولا إنسان آخر. يحذر من الغيبة ويعلم، يعلم قدر الإيمان أن الفضل في كف هذه اللسان. أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك،
وأفضل الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنك، وأفضل الجهاد أن تجاهد هواك. أيها المؤمنون، جاهدوا الهوى واغنموا هذه الأيام ومرورها عليكم وهي تخطف من بينكم الأنام. وكم كان في العام الذي مضى لم يحضروا معكم هذه الأيام وكانوا في مثلها من العام الماضي، وكم من العام في العام هذا لا يحضرون مثيلها من العام الآتي. وتلك الأيام نداولها بين الناس وهي ليالي وأيام ينقضي فيها الأجل ويرجع الكل إلى الله عز وجل. فاعلموا حقيقة الفضل بطلب زيادة الإيمان بالله الحق الحي القيوم، فلقد جعلكم في أفضل أمة. وهل هذا بعمل من أحد منا؟ لا وعزة العزيز الجبار، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. إن للأمم فضلا بفضل أنبيائها، وكنا خير أمة لأن نبينا أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخير هذه الأمة قرنها الأول، خير القرون قرني، من الصحابة وآل البيت الطاهر، هم الذين كانوا في عهد المصطفى محمد خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة. ألا وإن الصحابة لهم فضل عظيم شهد به القرآن والسنة، وأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأفضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبقية العشرة المبشرين بالجنة فأهل بدر الذين فضلهم الله بساعة جود من جوده حضروا فيها مع عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من حضر بدر من أهل الأرض أفضل أهل الأرض، ومن حضر بدر من الملائكة من أهل السماء أفضل أهل السماء كما صح في الحديث. فرجع الفضل إلى الأفضل، إلى محمد المفضل عند الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اطلب الفضل بحب هذا النبي ومتابعة هذا النبي، فإن الحق يقول لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم يا متفضلاً على عباده بواسع إفضاله، نسألك أن تنظر إلينا وتوفقنا في الأقوال إلى ما هو الأفضل، وفي الأعمال إلى ما هو الأفضل، وفي النيات إلى ما هو الأفضل، وفي المعاملات إلى ما هو الأفضل، وتجعل لنا عندك فضلاً عظيماً، وتهب لنا منك حظاً عظيماً، وتجعلنا عندك من عبادك الصالحين يا رب العالمين. احفظنا من أن تنقضي علينا الأعمار بخسران وبعد عن الارتقاء في الإسلام والإيمان والإحسان يا كريم يا منان. وأصلح أحوال الأمة أجمعين في السر والإعلان. والله يقول وقوله الحق المبين، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون.
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبتنا على الصراط المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين منه المبتدا وإليه مرجع كل شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد القيوم الحي وأشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا إلى ربنا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله. ما ترك من الخير شيئًا إلا دلنا عليه وأمرنا به ولا من الشر شيئًا إلا حذرنا منه ونهانا عنه. اللهم أدم صلواتك على عبدك المصطفى مبلغ الرسالة ومحسن الدلالة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وآبائه من وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا لا تضيعوا أعماركم في أفكار لا أصل ولا أساس لها ولا في تصورات باطلة مأخوذة من أقاويل الناس وأباطيلهم وأضاليلهم وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. واطلبوا الفضل عند ربكم بزيادة الإيمان واليقين ولحوقكم بركب الصالحين الصادقين. ولقد خاطب الله المؤمنين في القرآن وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاصدقوا في اغتنام العمر وتولي وانقضاء الدهر يوماً بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع وشهراً بعد شهر وما أسرع ما ينقضي. وعظموا شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل ما نسب إلى دين الله واتصل بالأماكن المعظمة والأعمال الفاضلة فهو من شعائر الله حتى أن البدنة وهي الجمال التي تهدى إلى حرم الله دخلت في الشعائر. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فكلما صحت نسبته إلى الدين وإلى الفضل عند رب العالمين فهو من شعائر الله. وأعلى الشعائر 5 محمد رسول الله والكعبة المشرفة ورمضان والصلوات 5 والقرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أعلى شعائر الله وأعظم شعائر الله. ولما كان جبل الصفا وجبل المروة لهما اتصال بفريضة الحج والعمرة وللسعي بينهما جعل من شعائر الله وأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عظموا شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب واغنموا الأيام والآمار
ولا ينقضي بكم شهر ذو القعدة إلا وميزان الحق قائم في بيوتكم. أخرجوا البرامج الخبيثة الخسيسة، أخرجوا الكلام الفارغ، اعبروا أعماركم وأعمار أهلكم وأولادكم بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالصور الجميلة الطيبة الفاضلة المنمية للإيمان المقربة للرحمن، وارفضوا ما يطرح ويضع عليكم أعداء الله من صور خبيثة وكلام خبيث، وقوموا بحق الشريعة والعلم والدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أكملوا المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، ولا خير في من لا يألف ولا يولف، فتخلقوا بأخلاق المصطفى وتشرفوا بالمتابعة والاكتفاء، واحمدوا الله الذي هيأ لكم السبيل ويسر لكم الأمور وأسبغ عليكم النعم ظاهرة وباطنة، واصدقوا مع الله وصموا آذانكم عن دواعي الشر وكل محذور، وعن دواعي السباب والشتائم والأذى والضر، وعظموا علم الشريعة الغراء، فإن الله يحيي به القلوب كما يحيي الأرض بوابل السماء، إن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. أيها المؤمنون بالله، اغنموا الأوقات وتشرفوا بالصدق مع عالم الظواهر والخفيات، واطلبوا المنزلة لديه بصفاء القلوب وطهارتها وزيادة الإيمان بالإله وأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خير وشره، واعملوا الصالحات وضاعفوا العمل بما تستطيعون، واغنموا العمر القصير وخذوا الأجر الكبير الوفير من العلي الكبير، وأكثروا الصلاة والسلام على خير الأنام، فإنه الذي قال لكم في صحيح الكلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، والقائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي أمرتنا بأمر بالصلاة عليه، بدأت في ذلك الأمر بنفسك، وثنيت بملائكتك، وأيهت بالمؤمنين من عبادك تعميما، فقلت مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار، وعلى الخليفة من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحق بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير منها سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهرة، وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى الحمزة والعباس وسائر أزواج نبيك أمهات المؤمنين وأهل بيته الطاهرين من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان، وعلى سائر الصحب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم إن إبليس وأعوانه من الإنس والجن شغلوا الثلة الكبيرة من أمة نبيك محمد بالسباب والشتائم والقتال بينهم حرصاً على المتاع الفاني ورغبةً في الدنيئات، وظنوا وتوهموا أن فيها الفضل، فنازلتهم الشدائد وآذى بعضهم بعضاً وتطاول بعضهم على بعض، فيا مغيث أغثهم وأنقذهم وادفع البلاء عنهم واجمع شملهم على ما يرضيك، وارزقهم طلب الفضل من حيث الفضل عندك
من حيث حقيقة الفضل لديك من الإيمان واليقين والتقوى وحسن الخلق. اللهم وادفع البلاء عن أمة النبي محمد، وارفع الحروب والكروب عن يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا، واحقن دماء المسلمين، واحرس أموالهم وأعراضهم، وصنها من الآفات والانتهاكات والتعديات. يا بارئ الأرضين والسماوات، واجعلنا في خير الأمة للأمة، وأبرك الأمة على الأمة. اللهم إن نبيك وضع لهذه الأمة أن خير الناس أنفعهم للناس، فاجعلنا من خير الناس وأنفع الناس للناس، وقوِّ لنا بالتقوى الأساس، وتولَّنا من وادفع عنا شر الوسواس الخناس، وادفع عنا كل علةٍ وشرٍ وضرٍ وباس. يا حي يا قيوم، تداركنا والمسلمين، واغثنا والمسلمين، واغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وبارك لأهل هذه الحارة فيما يقوموا في مجال أماكنهم ومساجدهم من العلم النافع، ووجود طلاب العلم والوجهة إليك بركةً واسعةً تنوِّر بها القلوب والديار، وتدفع بها الظلمات والأكدار. وأرنا منار خير الخلق حبيبك محمد في ظهورٍ وانتشار في جميع الديار والأقطار، يا كريم يا غفار. وبارك لنا في شهرنا والأيام المقبلة علينا، وفي هذه الأشهر المباركات، أشهر الحج وأشهر الأشهر الحرم، بركة ننال بها خير الليالي والأيام، ويندفع بها عنا الشك والوهم والظلام، ونستقيم فيها مع من استقام على ما تحبه يا رب الأنام. يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لوالدينا ومشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحياهم وأمواتهم إلى يوم الميقات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.